القاهرة ونيودلهي عاصمتان لإحدى أعرق الأمم تاريخياً، أما جغرافياً فمصر هي صاحبة الموقع الفريد والمكان البارز عربياً وأفريقياً، بينما الهند تعد أحد أقطاب القارة الأسيوية والعالم. قواسم مشتركة كبيرة تجمع مصر والهند على الأصعدة كافة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، تعود العقود مضت وسط رغبة متزايدة من قيادتي البلدين لدفع وتعزيز هذه العلاقات وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن زيارة الرئيس السيسي للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين في الهند وعلى رأسهم رئيس الوزراء ورئيسة الجمهورية إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة. كما سيتخلل الزيارة أيضا لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والاستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.